من أربيل مباشرة عبر الهاتف معنا السيد محمد نور العبد ربو نائب في البرلمان عن محافظة نينوى. سيد محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. كما ذكر التقرير عدد كبير من نازحي الموصل لا يزالون عالقين خارج الموصل، لم يستطيعوا العبور، يعني عدد أكثر من 800 ألف نازح، ما مصير هؤلاء؟ تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام ولكادر القناة وشكرا لهذه الاستضافة. نعم، كما عد التقرير من قبلكم مئات الآلاف من النازحين موجودين الآن في المخيمات. المساعدات الإنسانية هي دون المستوى، لا يمكن أن يأكلوا الأكل الاعتيادي، مجرد تقدم لهم أرزاق جافة في بعض الأحيان. هناك نقص في المياه، نقص في الكهرباء، نقص في المواد الغذائية. المشكلة اليوم لدينا بعض المناطق تعرضت إلى تدمير شبه كامل نتيجة العمليات العسكرية، وأنا هنا أتحدث عن الجانب الأيمن أكثر من الجانب الأيسر في الموصل، لأن يعني تعلمون أنه الجانب الأيمن هو المدينة القديمة. وأغلب المباني في تلك المدينة القديمة قد دمرت بالكامل نتيجة العمليات العسكرية، إضافة إلى أن هناك بعض المناطق تضررت بشكل كبير أيضا نتيجة هذه العمليات العسكرية. اليوم لا توجد خدمات حتى في هذه المناطق، يعني المواطن اذا يريد يعود الى منطقته لا زالوا يحفرون الابار. يعني نتكلم نحن في عام 2017 وهناك حفر للابار الارتوازيه في المناطق السكنيه، يشربون من مياه الابار. يعني هل يعقل اليوم بلد مثل العراق او دوله متقدمه او الدول انه هناك بلد يشرب المياه من الابار وهو بلاد النهرين؟ هذا من ناحية. الناحية الأخرى كثير منهم لا توجد لديهم منازل، اليوم عند عودتهم إلى مناطقهم لا توجد لديهم منازل، لا توجد لديهم أماكن تهويهم. طيب ما السبيل إلى تحقيق ذلك؟ مدروسة. نعلم أستاذ محمد بأن يعني القوات العراقية يعني قامت بمجهود كبير في سبيل تنظيف المنطقة من الإرهابيين من تنظيم داعش، وطبعا نعلم بأن المدنيون دائما في أي حرب خاصة إذا كانت حرب إرهابية هم الخاسرون، والخاسر الأكبر هو المدني أو الإنسان العادي. الآن ما السبيل لمساعدة هؤلاء؟ يعني في وجهة نظر الشخصية، كما كان هناك تحالف دولي ضد عصابات داعش والقضاء على عصابات داعش، أنا أعتقد أيضا من الباب الإنساني أن يكون هناك تحالف دولي إنساني لغرض إعادة هذه المناطق وإعادة تأهيلها وإعادة النازحين. اليوم الحكومة العراقية عاجزة بأمانة، عاجزة عن إعادة هؤلاء النازحين وتوفير الخدمات. هناك من المناطق التي قد لا يسمح لأهلها بالعودة نتيجة خلافات سياسية، هناك مناطق قد تكون هناك بعض الكتل السياسية تريد أن تجري تغييرا ديموغرافيا، هناك مناطق لا زالت مثلا في الألغام، هناك مناطق لا زالت فيها ركام وعجلات التي فخخت والطرق غير صالحة. إذا نحتاج إلى تحالف دولي كما حصل ضد عصابات داعش، بالمقابل تحالف دولي إنساني أن تقدم بعض الدول المساعدات للعراق، لأن تعلمون اليوم الوضع الاقتصادي بالنسبة للحكومة العراقية أيضا ليس بالمستوى المطلوب، يحتاج إلى دعم. أسعار النفط هي في تدني، وغالبية العوائد النفطية هي تذهب إلى الرواتب العراقية وإلى يجب أن يكون إذن هناك بدون تحالف دولي إنساني إذا صح التعبير لمساعدة هذا هؤلاء المدنيين. نعم. كما كان هنا نعم شكرا لك. هناك تحالف دولي ضد عصابات داعش، نحتاج إلى تحالف دولي إنساني من قبل جميع الدول. نعم. شكرا لك سيد محمد نور العبد ربو نائب في البرلمان عن محافظة نينوى، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل مباشرة، شكرا جزيلا لك.